فاز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وغدا سيفوز بكأس الاتحاد، وبعد غد سيفوز بدوري الأبطال. لا جديد يحكى ولا قديم يعاد، نحن نعيش عصر فيلسوف الكورة بيب جوارديولا. مفيش مدرب في التاريخ قدر يعمل اللي بيعمله جوارديولا. مش بكلمك عن أرقام والإنجازات، وبكلمك بس عن إيمان لاعبيه في أي فريق بقدراته وفلسفته الاستثنائية. اللي عمله وبيعمله جوارديولا مفيش مدرب في العالم يجرؤ حتى أنه يطرحه على لاعبته. هيقولوا مش فاهم أو بيفتي، بس جوارديولا وحده بس يقدر يقنع أي لاعب بأي طريقة بأي مركز. هو استثنائي كرة القدم على مر التاريخ. أيوة في مدربين كبار وتاريخيين، بس في جوارديولا واحد.